صباح الخير لكل المشاهدين. جولتنا بكونكتد على آخر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية رح تبدأ مع موقع الجمهورية يلي نشروا حديث مميز للفنان الأدير دوريد رحام يلي خلال هالانترفيو بيقول إنه هو اليوم رغم إنه عمره 80 سنة ولكن ما زال شاب، لأنه بنظره العمر ما بينقاس بحسب السنين إنما بحسب حبنا للحياة. ومن ناحية تانية قال هو رغم المآسي اللي عم نقطع فيها وصعوبة الضحك هالأيام ما زال هو مثل ما كان. أما بالنسبة لإله لبنان فهو بلده الثاني لأنه أمه من مشغرة. خلال الانترفيو كمان سألوه إذا هو اليوم بده يمثل مسرحية مع أي من المواهب الجديدة بيشتغل، فقال أكيد هو بيشتغل مع الفنان جورج خباز يلي بنظره هو فنان عبقري عنده مواهب كتيرة ومواهبه رائعة وبيستعملها بطريقة كتير حلوة، وبنظره إنه جورج هو إنسان كتير فنان كتير إنساني وبيوجه له تحية من القلب. أما أخيرا وعندما سألوه إذا بده يعمل دراما خلال هالسنة فقال شاف 6 نصوص والنصوص كلها ما عجبته، واليوم هو همه يحافظ على تاريخه لأنه مستقبله صار ورا. منكفي مع التمثيل ومننتقل على موقع بصراحة وتحديدا عند ورد الخالي اللي خلال إطلالة تلفزيونية لإلها قالت إنه هي بتحب توهب الأعضاء وطبعا بتدعم هالقضية لأنه بنظرة عم تعطي أمل للحياة للعالم يلي بيحتاجوا لهالموضوع. من ناحية تانية كفت ورد الخال وعملت تويت على تويتر الخاص فيها وقالت بهالزمن الرديء يا ريت في إمكانية وهب مش بس الأعضاء بس كمان وهب الضمير والعقل والأخلاق. أما خيا لورد الخال يوسف الخال كان نشر على تويتر صورة كتير مهضومة بتجمعه بالنجم تيم حسن من وراء كواليس المسلسل الرمضاني الجديد يلي عم بيصوروه سوا تشلو. هالصورة الحلوة أخذت كتير أعجاب من الفولوورز على تويتر وإنستغرام الخاصين بيوسف الخال. أما من ناحية تانية فهو فش خلقه مثل ما عم تشوفوا بهالتويت من الوضع بلبنان وقال قد ما بحب لبنان اليوم لأول مرة عم فكر في منه حدا يسمي لي شغل لوحدة بس ماشي صح ومنيحة ولا بالأمازون الطبيعة منظمة أكتر. هالتويت شغلت بال الفانز والفولوورز تبع يوسف الخال واعتبروا أنه اليوم هو معقول يفل من لبنان، إنما هيدا الشغلة كانت بس تعصيبة صغيرة وحب أنه يعبر عنها. اليوم بالوقت اللي يوسف الخال معصب من عجقة السير وقلة النظام بلبنان عادل كرم وخلال برنامجه الخاص على الام تي في كان حكي عن الموسيقار ملحم بركات بهيدا حكي وقال فيديو بهالفيديو رح نشوفه هلا سوا شغله مهضومه. الموسيقار يلي ما بحب مين ما كان يغني له اغنيته، مؤخرا مزين الشعر جرعد غني له اغنيه للموسيقار. بنظر عادل كرم الموسيقار منه ابدا راضي عن هالموضوع. خلينا سوا نشوف الفيديو بنرجع بنعلق عليه. اسمعوا بيسحرني يا شيخ وحياة الله، إن كان حضور إن كان صوت إن كان فظيع فظيع يعني أغاني لا يعلى عليهم. بس ليك في مطرب جديد على الساحة الفنية هلأ يعني ما بعرف بده ينتبه منه كتير أبو مجد لأنه قرر يفوت على أغاني الموسيقار بالعرض وبسعة كاملة. أنا عم بحكي عن الفنان الكبير جو رعد. الموسيقار بس قوص حاله ولا يا عادل؟ انا بوافقك رأي واكيد كثير من المشاهدين عم بيوافقوك الرأي، انما نحن رح نكفي بجولتنا مع موقع حصريا ورح نروح عند ملك جمال لبنان ربيع الزاني اللي عم يتوجه على كوريا الجنوبيه عاصمه كوريا الجنوبيه ليشارك بمستر انترناشونال. كان نشر على التويتر الخاص فيه صوره وهو بالمطار. هالمستر انتخابات مستر انترناشونال اللي رح تبدا ب 12 شباط طبعا هدفه من وراها يحقق الحلم ويفوز باللقب، ونحن بدورنا نتمنى لك بيست اوف لك وان شاء الله بترجع مستر انترناشونال. اما هلا مشاهدينا رح ننتقل عند اوائل نيوز، اوائل نيوز اللي كتبوا عن مشوار مقدم البرامج محمد قيس، محمد قيس اللي اول برنامج خاص له كان هو انت ادى واللي قدمه على 4 سنين، اليوم مثل ما عم بتشوفوا بهالصوره
عم بيتقلق محمد كايس ببرنامج اسألوا مرتي. اسألوا مرتي، اسألوا مرتي هالبرنامج اللي عنده تابع أمريكي، وحسب ما عم بيقولوا الخبراء إنه النسخة اللبنانية هي الأنجح بالشرق الأوسط، اليوم عم بيتصدر أعلى نسبة مشاهدة بلبنان حسب شركات الإحصاء. طبعاً البرنامج فينا نحضره كل نهار جمعة عشية على الام تي في، وهالبرنامج فيه وراه فريق عمل كتير كبير، منهم المنتجة كارلا عاد شاهين، المخرج ميشيل صليبا، والمعد إلي أحوش، وغيرهم كتار. منكفي مع الإعلاميين، إنما هلأ رح ننتقل عند ريما النجيم الإعلامية يلي تم طبعاً مهرجانات بيعف عينتها كسفيرة للنوايا الحسنة. هالشغلة إجت لأنه ريما على طول بتستعمل برنامج يا ريما لتساعد الناس، وقضت ساعات كتير على الهواء وهي تسمع اليوم آرائهم وتجرب تساعدهم بمشاكلهم اليومية. أما مشاهدينا، من بعد المشكلة والحدث اللي كان كتير حزين خلال هالأسبوع، طبعاً عم نحكي عن حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبي، إليسا وغيرها كتير من الفنانين عبروا عن حزنهم على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي. إليسا اللي نشرت على حسابها الخاص على تويتر مثل ما عم نشوف هون عم بتقول: حزين كتير على الطيار الأردني معاذ الكساسبي، هو البطل الحقيقي اللي حاول دفاع عنا جميعاً ضد الإرهابيين. هل كان في هاشتاج بالمقابل لهالموضوع أيام معاذ؟ مثل ما عم نشوف هون كان شيء كتير مميز إنه باولو كويلو قال: وينن الملايين اللي كتبوا جو سوي شارلي اليوم ما عم بيقولوا أيام معاذ؟ هل تساؤل معه حق، خاصة وإنه مع إنه البي بي سي ترندينج اعتبروا هاشتاج أيام معاذ هي ترندينج على السوشيال ميديا، إنما بس ب 41 ألف تويت. يا ريت كان عنا هالانتفاضة اللي حسينا فيها واللي شفناها على كل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بالمنطقة العربية، يا ريت كان عنا ردة الفعل اللي عملناها وقتها جو سوي شارلي، لأنه فعلاً اللي صار كان أبداً منه مقبول. أما هلأ مشاهدينا، اليوم نحن منكون عملنا هيدي الجولة بالمنطقة العربية عنا، رح ننتقل على الانترناشنال نيوز، ورح نبلش بأمريكا بشغلة مهضومة، وهو بتعرفوا محلات وولمارت موجودين بعدد كبير من المناطق الأمريكية. هالمحلات المعروفة بتاخد مساحة كتير كبيرة، تقريباً قد ملعبين فوتبول. هيدا الوولمارت اللي عم بتشوفوه هون بمنطقة بتكساس، من بعد ما تم تسكيره قررت البلدية هون هونيك تحوله إلى مكتبة عامة مثل ما عم بتشوفوا. هالمكتبة اليوم يلي فيها 16 غرفة اجتماع، 14 غرفة دراسة عامة، و64 كمبيوتر لاب، بالإضافة لكافي شوبس ومحل لبيع الكتب المستعملة. تعد اليوم أكبر بابليك لايبراري بالعالم، وعم بيجوا من ستيتس غير تكساس بس ليتفرجوا عليها، لأنه شيء كتير حلو. من بعد هالمبادرة المميزة يلي قاموا فيها بلدية مكالن بتكساس، رح ننتقل على واتساب وكل الأشخاص اللي بحبوا أبليكيشن واتساب. في فيتشر جديد اليوم على واتساب، هالفيتشر هي إنه صار فينا نستعمل واتساب على الويب. شو قصدنا فينا نستعمل واتساب على الويب؟ صار اليوم فينا نستعملها على الكمبيوتر وكأنه امتداد لل موبايل ابلكيشن عنا. انما الشغله الوحيده انه بس اصحاب بلاك بيري، اصحاب الهواتف بلاك بيري اندرويد وويندوز فون، هن بيقدروا يستفيدوا من هالفيتشر. اما الحاملين ايفونز فاليوم ما فينا بعد نستفيد منه، لانه ابل عامله ريستريكشنز. والشغله الثانيه انه بس فيكم تعملوا او تستفيدوا من هالابلكيشن اذا كان عندكم جوجل كروم. اما الويب سايت اللي لازم تفوت عليه فهو web.whatsapp.com، وهيك ببلش فيكم تعملوا تشاتينج عن الكمبيوتر. بحلقة نهار الأربعاء حكينا عن بوبي كريستينا براون، وهي بنتها لويتني هيوستن يلي اليوم عم بتصارع لترجع تعيش. بوبي كريستينا براون يلي لقوها نهار الأحد بمنزلها وهي غرقانة بحوض السباحة، كانت بكوما وعايشة على ماشينات بالمستشفى. قالوا له الحكمة لبيا أنه حان الوقت أنه يطفوا الماشينز، لأنه ما في أبداً أمل لإلها بالحياة. إنما لا تاريخ اليوم بوبي براون اللي عم نشوفه هلأ بالصورة رافض هالموضوع، وهو ناطر معجزة لترجع طفلته تعيش. ننتقل على خبر أهضم شوي وأحلى شوي. عم نحكي عن جوني داب اللي كتار منكم تعرفوه من Pirate of the Caribbean. اليوم تزوج للمرة الثانية من صديقته أمبر هيرد اللي عم نشوفهم هلأ بالصورة. هالثنائي يلي ظهروا سوا سنة 2012 وخطبوا بال 2014، تزوجوا نهار الثلاثة ببيتهم بألي، والمتوقع أنه يكون عندهم عرس أكبر على الجزيرة الخاصة يلي بيملكها داب ببهاماس خلال هالويكند. فنحن بنقول لهم congratulations للنيوليودز.
اما هلا مشاهدينا، نيكولاس كيج كثير منا بنعرفه، كثير منا بنحبه ومنتابعه، انما ابنه ويس كيج اللي كان عم بيعاني من كثير مشاكل بسنه 2011، هالشاب اللي عم نشوفه بالصوره كان تم اتهامه بانه هو عم بيعنف مرته بالبيت. طبعا مش هيدي الامراه، انا مرته الاولى وهي نيكي ويليامز. اما بسنه 2012 فكان هو بطلب من اصدقائه يبلشوا يحضروا له الطرق اللي بدهم يدفنوه فيها، لان كان عم بيعاني من ادمان على الكحول. كان عم بيشرب حوالي 30 قنينة بيرة وبيلحقن بأربع خمس قنينة بيض، وكانت حالته بالويل من بعد ما تعرف على الصبية اللي شفتوها بالصورة. واليوم أصبح أب لولد عمره 6 شهور، بيقول إنه اليوم ابنه خلصه، وهو اليوم خلص من هالعادة السيئة، بيشكر الله على ابنه وعلى بيه وعلى مرته الجديدة دانيال يلي شفناها بالصورة، وهو عم بيشارك بعدد كبير من الأفلام وعم بيكون إجمالا ببطولات مع والده. أما هلأ الخبر الأخير يلي رح نشارككم فيه خبر شوي طويل. كتار من الأشخاص بحبوا جاستن بيبر. جاستن بيبر يلي بالفترة الأخيرة كان عم بيقوم بكتير قصص مش حلوة بحياته. رح نفرجيكم أول شي فيديو قصير، خلال هالفيديو رح يفسر جاستن بيبر ليه من حوالي 10 أيام قرر ينشر فيديو على الإنترنت ويعتذر من كل الفولوورز والفانز تبعه. خلال هالفيديو قال لهم أنا بالسنتين اللي قطعوا كنت عم بقوم بأمور كتير سيئة، بعتذر منكم، أنا شخص منيح ورح فرجيكم بالأيام المقبلة إنه أنا شخص منيح. فرجع واستقبلته ألين دي جينيرس مرة تانية وسألته ليش نشر هالفيديو. خلينا نسمع سوا. You were nervous and then yeah. we talked later that night. You called yeah. and said you were nervous and then you posted that night yeah. a video. Did you see the from his home this video of how he was nervous? Tell me about that and tell me why you were so nervous and why you posted that. Well, it was the first time I was on television for a long time. And I just was worried about what people were thinking about me. Like I said last time, I did a lot of things over the past few years that you know, I'm not proud of. But yeah, I was just nervous to be in front of people again and talk in front of them, remember? Uh-huh. Yeah. And so I thought that was really honest of you to say it here. But then when you were at home, what made you, like, what was the impetus? You're sitting at home and you thought, you know what, I got to get this out there and I'm going to do this. Yeah. And what made you do that? I thought I just looked really extra nervous and I kind of just wanted to explain myself. Okay. Maybe. All right. I understand that. And I think people appreciate that too. Mm. But I think it's hard for people to understand, like Portia was telling me this, people think that all celebrities are never nervous, that we're no. just comfortable. This is a, that we're, and it's not true. Well, I am a human. Yes, right? You are so a human being. People often forget that, even with some of their comments and stuff, they think that it doesn't get to me. مثل ما سمعنا جاستن بيبر عم بيقول هلا المشكلة اليوم إنه الأشخاص بينسوا إنه المشاهير هن عالم وهن ناس وبيتأثروا بالكومنتس والتويتس يلي بيقوموا فيها الفولورز، وإنه هو اليوم عم بيعاني وعم بيشد على حاله ليقدر يتقبل هالأمور، يرجع يوقف على أجري ويكفي. على صعيد أقل جدية وبطريقة مهضومة اليوم رح ننهي كونكتد واكيد مع جاستن بيبر وألين دي جينيرس. هالفيديو المهضوم كانوا ضرب عم بيعملوه ألين دي جينيرس وجاستن بيبر. الهيئه انه ما رح نقدر نحط الفيديو، بنحطه نهار الاربعاء بكونكتد. بعد شوي رح تكونوا مع واتسون ام تي في وانا بشوفكم ببيتس.